I'm Yassin Fawaz. I'm the king. ما أن تطأ قدمه أرض الشارع حتى تنهال من حوله الهتافات. الكينغ أو كينغ رولودكس، شخصية اشتهرت على مواقع التواصل الاجتماعي بغرابة فاقت الكثير من مشاهير هذه المواقع. بات اليوم واحداً من أكثر المرشحين للانتخابات النيابية إثارة للجدل. أنا فتت على الانتخابات كرميل العالم، مش كرميل أي شيء، عشان أنا I'm already famous and I'm already known وين ما كان من الجنوب للشمال، وأنا فتت اليوم أكيد كرميل العالم مش كرميل حالي. رجل عصابات أو مغني راب أكثر ما يوحي به للوهلة الأولى، فالمرافقين إلى جانبه دائماً ويتباهى بشهرته الواسعة بين الناس، لكنه أيضاً لا يصد أحداً يريد التقاط صورة معه، ففي نهاية المطاف حب الناس له هو ما دفعه للترشح. هنا بيجوا بيقولوا لك بدي أتصور معك، إلك جرب تتصور مع كل العالم؟ أنا ما عندي مشكلة. وإذا صرت نائب؟ بلكنته الأجنبية يتوقع الفوز، وهو متحمس لدخول برلمان لم يقدم للناس سوى الانهيارات، فيما يعدهم هو بالمساعدات والمشاريع كما يقول. لأنه لا يشبه المرشحين الآخرين ولأن الناس تحبه سيفوز بالانتخابات النيابية، هذا ما يقوله ياسين فواز الكينغ رولودكس. لكن الأمال شيء والتوقعات شيء آخر، وصناديق الاقتراع لها الكلمة الأخيرة. ليلى خليل، الغد، بيروت.